وبالنظر إلى تمادي الحكومة المصرية في لجاجته ودعاياتها المضللة. على شغلة في الميثاق يمكن أن تستغل ضد العرب وضد مصالحهم. لنا في هذا الميثاق قد أبطلنا معاهدة سنة 1930، واتممنا بذلك استقلالنا، واستعدنا مطارات، وضمننا سلامة بلادنا ضد أي اعتداء يحتمل أن يقع عليه، ولم نلتزم بمقتضى بأي التزامات خارج حدود بلادنا، وإنما قصر الأمر على الدفاع عن أنفسنا، وهو حق طبيعي لكل إنسان ولكل دولة. وضمننا تعاونا أوثق مع دول إسلامية تعد أكثر من 135 مليونا من النفوس، وتتمتع بوزن دولي كبير، ولم ندخل وسعا في استغلال هذا التعاون بين الدول الإسلامية لخير فلسطين ولخير الدول العربية وفي طليعتها مصر. وأود أن أعيد هنا ما سبق لي صرحت به في أول اجتماع لممثل دول ميثاق بغداد، حيث أعلمت أن ارتباطنا بهذا الميثاق لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع الالتزامات بمقتضى ميثاق الضمان الجماعي العربي أو وفق ميثاق جامعة الدول العربية. وقد برهنت الأحداث التي أحمت عقد هذا الميثاق على أننا لم نتخلف عن واجبنا تجاه أي بلد عربي، وقد عرضنا مساعداتنا العسكرية على سوريا والأردن في جميع الاعتداء التي قامت بها إسرائيل على حدودهم. ولما وقع الاعتداء الثلاثي على مصر بادر العراق إلى إعلان استنكاره الشديد لهذا الاعتداء، وأكد لمصر استعداده للإفاء بالتزاماته، فأمرقت إلينا السفارة العراقية في القاهرة بتاريخ 21 بعد من هذه السنة أن نائب وزير الخارجية أبلغ السفير أن الحكومة المصرية تقدر كل التقدير موقف الحكومة العراقية الكريم من قضايا مصر، كما تنظر بالإعجاب إلى السياسة التي انتهجتها العراق حيال مصر، كما بادرنا إلى اجتماع عقد في طهران حضرته وفود الدول الإسلامية برئاسة جلالة شاه إيران وفخامة رئيس جمهورية الباكستان، ولم ندخر وسعا إلا بذلناه لإيقاف القتال بصورة عاجلة، وقد طلبت الدول الإسلامية في باكستان وإيران وتركيا والعراق انسحاب القوات المعتدية حالا وبلا قيد وشرط، وإطلاق سراح الأسرى المصريين واحترام سيادة مصر واستقلالها ووحدتها وحل مشكلة فلسطين. ثم رحب جلالة الملك المعظم باقتراح مقامة رئيس الجمهورية اللبنانية السيد كريم شمعون، وسافر على عجل إلى بيروت، وصدرت قرارات مؤتمر الملوك والرؤساء، وكانت منسجمة مع قرارات طهران من حيث القصد والروح. ثم عقد اجتماع الدول الإسلامية لبغداد وكررت انتصارها وتأييدها لمصر ولقضية العرب الكبرى وهي قضية فلسطين.
وتلقينا شكر الرئيس المصري على ما بذلناه من جهود مثمرة لنصرة مصر ولضمان سلامتها واستقلالها. ولما طلبت الأرض المساعدة العسكرية لم نتردد لحظة في إرسال قطعات من الجيش العراقي، وتم تعيين القائد العام الأردني للقيادة المشتركة للجيشين العراقي والأردني، وهو اللواء علي الحواري. ثم طلبت الحكومة الأردنية سحب القوات العسكرية العراقية بحجة انفراج الأزمة التي استدعت دخولها الأردن، واضطررنا إلى الاستجابة لطلب الأردن على الرغم من قناعتنا بأن الأزمة لا تنفرج والخطر لا يزول إلا بزوال إسرائيل من الوجود. فهل يستطيع أي مغرب بعد هذا كله أن ينال من سمعة العراق وأن يجد أي مبرر لتهجماته عليه؟ إن الشتائم الوضيعة والاتهامات الواهية التي يتستر وراءها زمرة من الحاكمين والمأجورين والطامعين قد أصبحت طالعة خاصة لفئات خاصة لم يعد أمرها خافيا على أحد. وإنني أود أن أؤكد لهذه الجهات أن كل ما قيل وما يقال عني شخصيا وإن كل ما قيل وما يقال عن العراق والعراقيين لن يغير إطلاقا من سياستنا واتجاهاتنا القومية. فقد نشأت دولتنا الفتية ونمت وترعرعت في ظل المبادئ القومية، وأصبحت تلك المبادئ من مقومات حياتنا التي لا يمكن التخلي عنها مهما قست علينا الظروف ومهما بلغ طغيان هذه الفئات في التجريح والتنكيل. ومن المؤسف ان اخوانا لنا بين تلك الفئات لم يكتفوا بالاتهامات والسباب والتلفيقات ومن تصوير الحالة في العراق على ابتع صور الانهيار التي يريدونها له، وانما عمدوا الى تطبيق تصوراته وتلفيقاته بإثارة الاضطرابات وترويع السكان العاملين بإلقاء المتفجرات على المحلات العامة ودور السفارات الأجنبية، ومحاولة تنظيم شبكة للإغتيالات. وأعتقد أن المواطنين الكرام يتذكرون حادث محمد علي عيسى ورفقائه الذين أحيلوا على محاكم الجزاء الاعتيادية فحاكمتهم وحكمت بتجريمهم بعد ثبوت جرائمهم وأبرمت أحكامها من قبل محكمة التمييز. كما أحسب أن المواطنين الكرام قد سمعوا بما حدث في ليبيا والحبشة